بأمر من سماحة السيد المتولي الشرعي كان البدء بهذه المؤتمرات في سنة 2015 واستمر كل سنتين، وعقد المؤتمر الثاني أيضا بعد سنتين في 2017 والمؤتمر الثالث والمؤتمر الحالي. نحتفي اليوم نحتفي متحف الكفيل للنفاس والمخطوطات تابع العتبة العباسية المقدسة بإقامة مؤتمره الدولي العلمي الرابع تحت عنوان المتاحف هوية ثقافية. هنالك الكثير من الباحثين قد شاركوا في هذا المؤتمر الدولي الرابع من العراق ومن دول العربية وأيضا من دول أجنبية. موضوع المؤتمر هذا العام هو في غاية الأهمية لأنه بيأكد على دور المتاحف في التنمية الثقافية في المجتمع والتأكيد وتأصيل الهوية لهذا المجتمع أيضا. والحقيقة أنني اطلعت على معظم الأبحاث التي ستنشر في هذا المؤتمر ووجدتها تتناغم مع الأبحاث التي قدمت في المؤتمر الأول والثاني والثالث وهذه النسخة الرابعة. ومما لفت نظري أيضا التعاون المستمر بين كافة الأخوة الداعمين لهذا المؤتمر وعلى رأسهم العتبة العباسية المقدسة والإخوان الذين تبنوا فكرة وطرح هذا المؤتمر لهذا الوقت. يضاف إلى ذلك الجمهور المتميز والأخوة المشاركين من اليابان ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن الدول العربية قاطبة ومن الجامعات العراقية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. This conference is very high. شارك هذا المؤتمر تمثل بالنسبة لنا تجربة عظيمة وحضور يعني كلش مهم لأن تواجد في هذا المؤتمر، لأنه هذا المؤتمر يعتبر ويصنف من المؤتمرات العلمية الرصينة الغافية. من الشيء الأجمل والأروع اللي شفته ولمسته بواقعية هو المشاركة المجتمعية والمشاركة الثقافية، الكفالة اللي العتبة بتقوم بيها، المؤتمرات، دعم متحف زي متحف الكفيل، نشر الهوية الثقافية المحلية، إنتاج صناعات يدوية بتساهم في وجود إيرادات تدعم العتبة، التعليم الصناعي اللي بيتقدم في المتحف، الفكر المقدم. طبعاً برعاية كريمة من المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام توفيقه انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع لمتحف الكفيل الدولي. كانت هناك مشاركات دولية في هذا المؤتمر المهم جداً نعتبره، في كل مرة نتفاجأ بحسن التنظيم وأيضاً هناك أمور جديدة طرحت، أيضاً هناك تجدد في الأفكار وتجدد في الرؤى التي يمكن أن تطرح في مجال علم المتاحف العالمي. هذا المؤتمر في نسخته الرابعة مؤتمر دولي يحضره العديد من الباحثين من دول مختلفة كألمانيا وفرنسا ومصر والجزائر وغيره. طبعا نادرا ما نجد يعني مثل هذه المؤتمرات التي تقام بهذا النجاح. يعد هذا المؤتمر من المؤتمرات الدولية العالمية ذات المواصفات القياسية نظرا أولا لطبيعة التنظيم، طبيعة الإدارة، التقنيات المستخدمة، التنوع بالبحوث، البحوث جميعها قيمة ومختلفة في التخصصات، منها في الآثار، منها في الأدب، منها في الفنون، منها في مختلف العلوم، فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التكامل في هذا المؤتمر. نتقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على هذا المؤتمر العلمي العالمي الرابع. فقد شارك مركز الإمام الحسين عليه السلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة يعني للمؤتمرات السابقة ولو هذا المؤتمر. بالنسبة للبحث بحثي هو كان عن حفظ المخطوطات والوثائق،
لأن باعتبار المتاحف ومراكز الترميم تحتوي على المخطوطات والوثائق وتعتني بالحفظ بحفظها وصيانتها وترميمها. حقيقة منذ قبل يومين وصولنا إلى المؤتمر أصبت بذهول لسبب أنه القدرة والإمكانية والجهد المبذول في إدارة المؤتمر وإدارة متحف الكفيل. ما طلعت عليه في متحف الكفيل يكفي أن يكون مشروع أو طريق عمل لبقية المتاحف الموجودة في العراق للحفاظ على الآثار العراقية. مشاركتي في المؤتمر جاءت عن دور المتاحف في الحفاظ على الإرث الإنساني، فأخذت كتجربة العراق في الآثار العراقية. تحية إعزاز وتقدير وإعظام للمجهودات الخيرة التي بذلتها الأيادي العاملة في هذا المؤتمر من حسن التنظيم وعلو شأن الترتيب لهذا المؤتمر التخصصي. البحث اللي قدمته يتناول التشريعات المنظمة والحامية للمتاحف، منها تشريعات دولية منها تشريعات وطنية. العتبة العباسية جهة سباقة ومثال أعلى لجميع نشاطات المجتمع، سواء كان على النطاق الرسمي أو على النطاق الشعبي. جهودهم جبارة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. كل هذه الأمور نحن بحاجة لها، ليس على مستوى العتبة فقط، لكن بحاجة على مستوى البلد، جامعات العراق بصورة عامة. الأخوة العاملين من أصغر منتسب خادم لأبي الفضل العباس سلام الله عليه وأخيه الإمام الحسين سلام الله عليه إلى أكبر مسؤول، نرفع لهم أسماء الشكر والتقدير والاحترام والامتنان على هذا التنظيم الرائع والإدارة الرائعة. نشكر العتبة العباسية على إقامة هذه المؤتمرات العلمية المتكررة بكل مفاصل يعني الحياة. طبعا الأيادي الكريمة بفضل سماحة السيد حفظه الله أنه دائما هو داعم للعمل المتحفي، ونرى أنه هناك يعني تطور كبير في أداء المتحف الكفيل. لا يسعني إلا أن أقول بارك الله كل الجهود الخيرة التي نظمت هذا المؤتمر. نحن نشكر العتبة على الاستضافة والإقامة والحضور والتنظيم واختيار الأبحاث والمجهود المبذول. سواء امبارح زورنا المتحف، مجهود خارق، ربنا يقويكم ويوفقكم. الحقيقة يعني أنني بهرت واندهشت كثيرا بما رأيته في هذا التنظيم والترتيب والتنسيق والخدمات المنظمة وهذا الجمهور الطيب والإخوة الكرام الذين تقدموا لاستقبالنا وتقديم كل ما ممكن لنا حتى هذه اللحظة. وقد لاحظت في هذا التنظيم الاعتماد الكلي والتسارع للعمل والبناء في من أجل النهوض بهذه النسخة الرابعة